واحد بيقول قال الكتاب المقدس ونفخ الله في أنف آدم فصار نفسا حية، هل هذه النفخة هي الروح القدس أم الروح الإنسانية أم النفس الإنسانية؟ هذه النفخة هي الروح الإنسانية التي صار بها آدم نفسا حية، لأن مش معقول إنه يتحد بالروح القدس وهو تراب، ولو كان اتحد بالروح القدس ما كانش أخطأ. بيقولوا هل نفخ الله أيضا في أنف حواء؟ هل نفخ أيضا في أنف حواء حينما خلقها من آدم؟ لا طبعا، حواء أخذت طبيعتها كلها من آدم، ففي الأول الإنسان أخذ النفس التي صار بها نفسا حية، وبعدين لما حواء أخذت منه أخذت بنفس الطبيعة اللي فيها الجسد والنفس